مرحبا بكم كما قلنا سابقا فهذا الاسبوع سأخصصه لدروس المبتدئين في اللغة الإنجليزية إذا كنت متقدما في الإنجليزية أعتقد أن هذا الدرس لن ينفعك كثيرا فلنبدأ فيد فيد يطعم فيد يطعم What should I feed my dog? ماذا يجب أن أطعم لكلبي؟ ماذا يجب أن أعطيه ليأكله What should I feed my dog What should I feed my dog هنا when تعني متى when متى When should I feed my dog متى يجب أن أطعم كلبي متى ينبغي أن أطعمه في أي وقت When should I feed my dog When should I feed my dog Take my advice. خد بنصيحتي. Take my advice. Take خد. Advice Nasiha. My advice nasihati. You should take my advice. lahid إلا لا تنتق نقول should. You should take my advice. Yenbari أن تأخذ بنصيحتي. You should tell the truth. truth uh, الصدق أو الحقيقة truth الصدق tell يقول يخبر you should tell the truth you should tell the truth you should tell the truth هنا earlier باكرا earlier أو في وقت أبكر you should have come earlier كان عليك أن تأتي في وقت مبكر هنا عفوا I أنا كان علي أن أأتي في وقت مبكر I should have نستخدمها متبوعة ب past participle للفعل فهذا come هو past participle come ونستخدمها هنا لنستخدمه هنا للتحدث عن أشياء لم تحدث في الماضي لكن كان ينبغي أن تحدث. كان من اللازم أن تحدث، مثلا أنت لم تقرأ الكتاب الذي قلت لك أن تقرأه، وبعد ذلك عندما التقيتك قلت لك you should have read the book. you should have read the book. أو لم تكتب الرسالة التي قلت لك أن تكتبها، وعندما التقيتك فيما بعد قلت لك you should have written the letter. You should have written the letter كان عليك أن تكتب الرسالة لاحظ في النطق العادي نقول I should have come earlier I should have come فهذا تختصر إلى, أو إلى if. I should have come earlier I should have I should have come earlier أو لا. I should have come earlier الجملة التالية هي I should have left earlier كان علي أن أغادر في وقت سابق أبكر من أبكر مما غادرت left غادر وهو past participle وفي نفس الوقت هو ماضي فعل leave leave يغادر should I wait for you here should I wait for you here هل ينبغي أن أنتظرك هنا wait for تعني تنتظر شخصا ينتظر here هنا should I wait for you here هل ينبغي أن أنتظرك هنا لاحظ بأن should عندما نستخدمها قبل الضمير pronoun I أو أي ضمير آخر أو أي فاعل فتتحول الجملة إلى سؤال we should always obey laws obey يطيع obey 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 Laws قوانين، laws. We should always obey laws. We should always obey laws. ينبغي دائما أن نطيع القوانين، أو نطبق القوانين، أو نخضع للقوانين. You should give up smoking. يجب أن تتوقف عن التدخين. Give up تعني يتوقف عن، وتعني كذلك يستسلم. لكن هنا تعني فقط يتوقف عن. You should give up smoking. You should give up smoking. إلى اللقاء وشكراً على المتابعة ولا تنسوا اقتراحاتكم وتعليقاتكم تحت الفيديو إن كان أعجبتكم مثل هذه الدروس فسنزيد من مثلها وإن كنتم تحبون الدروس الطويلة جداً والتي نقوم فيها بشرح مقالات طويلة يمكن ذكر ذلك في التعليقات.